بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نحتفل يوم الاثنين القادم اللي هو 12 يوليو 5 أبيب بعيد أبائنا الرسل، وهو عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس، ويأتي كما هو معروف هذا العيد في نهاية صوم الرسل. والقديسين بطرس وبولس والأباء الرسل بيدونا مثال لحياة القداسة في المسيح، مثال لحياة البذل والتضحية، وسفكوا دمائهم لأجل نشر الإنجيل والكرازة بملكوت الله في العالم كله. لذلك الكنيسة المقدسة خصصت عيد خاص للأباء الرسل، وأخذت من تاريخ استشهاد القديسين بطرس وبولس أن يكون هذا العيد للأباء الرسل. وعيد الرسل له طقس خاص يتميز بوجود بصلاة اللقان أو لتوجية اللقان. لذلك عايز النهاردة أن أنا أتأمل في صلوات وقراءات اللقان، لأنه صلواتنا الليتورجية بتدينا خبرة عملية في حياة القداسة وفي معاينة مجد الله، وأيضا بتعبر عن إيماننا الأرثوذكسي. فلا فصل ما بين الإيمان والعقيدة والطقس، فالطقس بيعبر عن الإيمان والعقيدة، والعقيدة أيضا يعبر عنها في الطقس. وأيضا لا فصل بين الطقس والعقيدة والحياة الروحية، لأن الحياة الروحية بنمارسها من خلال الليتورجيات، والليتورجيات زي ما قلت بتعبر عن إيماننا. طقس اللقان في عيد الرسل زي ما هو معروف بيصلى بعد صلاة باكر. الكنيسة بتصلي صلوات اللقان أو لتوجية تقديس الماء في ثلاث مرات في السنة. المرة الأولى اللي هو في عيد الغطاس، وهنا بيصلى اللقان مرتبطا بالتسبيحة، ففي نهاية التسبيحة تسبيحة نصف الليل في احتفالنا بعيد الغطاس بيصلى صلاة اللقان، ثم بعد ذلك صلاة باكر. وأيضا في يوم خميس العهد بيصلى بعد صلوات البسخة، الصبح بنصلي صلاة باكر خميس العهد، ثم صلوات الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة، ثم صلاة اللقان، ثم بعد ذلك القداس. في لقان الرسل مرتبط بلقان خميس العهد، لأنه في كلاهما بيتم غسل الأرجل في نهاية صلوات اللقان. أما في لقان عيد الغطاس فلأنه هو تذكار للمعمودية وتذكير بها، فيخشم الشعب والكليوس والشعب في الجبهة ثلاثة مرات. السيد المسيح في خميس العهد غسل أرجل تلاميذه، ثم بعد أن غسل أرجلهم قال لهم: أنتم تدعوني معلما وسيدا وحسن تقولون، لأن أنا كذلك. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأن أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. إذن السيد المسيح إدى مثال في غسل الأرجل، وطلب من التلاميذ زي ما غسل أرجلهم أنهم يغسلون أرجل بعضهم البعض. لذلك في عيد الرسل وتقام صلوات اللقان في تحقيقا لما طلبه السيد المسيح من تلاميذه. وصلوات اللقان لها تقديس للمية والمياه تستخدم للتطهير، لذلك بتركز القراءات والصلوات على حياة القداسة وحياة الطهارة، وخاصة أيضا أنه من رموز الروح القدس الماء، وروح القدس هو روح القداسة والطهارة اللي بيعطينا هذه الحياة المقدسة. لذلك هناخد جولة سريعة في القراءات في هذا اللقان، عشان إن شاء الله لما تحضروا صلوات اللقان تكونوا متابعين للقراءات ومعانيها. القراءات بتنقسم قراءات من العهد القديم وقراءات من العهد الجديد.
فبعد صلاة الشك والمزمور الخمسين بتقرأ النبوات. وفي الآن عيد الرسل في 7 نبوات، 2 من سفر الخروج و3 من سفر أشعياء النبي و2 من سفر زكريا النبي. هنستعرض النبوات دي باختصار. فالنبوة الأولى من خروج 15 فيها بعد عبور البحر الأحمر وذهابهم في البرية، ثم وجدوا ماء فوجدوا الماء كان ماء مرا، فربنا طلب من موسى فأراه الرب عودا لموسى، فأراه الرب عودا فألقاه في الماء فصار الماء حلوا. يبقى ربنا أظهر لموسى عود، طلب منه أن يلقيه في الماء، فلما ألقاه صار الماء حلوا. وأيضا في هذه النبوة أنا هو الرب إلهك الذي يشفيك. وهنا الكنيسة بتذكرنا من خلال هذه النبوة بعمل المسيح الخلاصي الذي نقلنا من حياة المغارة، حياة العبودية للخطية والموت والفساد، إلى حرية مجد أولاد الله من خلال تجسده المقدس. والخلاص بيرمز له أيضا بالشفاء، إنه من علامات المسيح أن هو يقوم بمعجزات شفاء كثيرة. فكانت معجزات الشفاء اللي قام بها السيد المسيح ترمز إلى الشفاء الأعظم اللي هو شفاء البشرية من مرض الخطية والموت. النبوة الثانية من خروج 30، ودي بتتكلم عن المغحضة وعن الدهن المقدس. المغحضة كانت موجودة، كان هارون وبنيه كانوا بيغتسلوا قبل أن يدخلوا الخدمة، يغتسلوا بأيديهم وأرجلهم. وهنا هذا الاغتسال والتطهير هو رمز للمعمودية المقدسة التي ليس لغسل وسخ الجسد ولكن لغسل الإنسان كله وأعطاه حياة جديدة. والدهن المقدس الذي أمر الرب موسى أن يصنع ويقدس به هارون وبنيه هو رمز للميرون الذي نحن نتقدس به وننال الروح القدس. النبوة الثالثة من سفر أشعياء الإصحاح الأول، وهنا بتبدأ بدور الإنسان في الحياة الجديدة. الحياة الجديدة هي هبة ونعمة من الله بننالها من خلال الإيمان والمعمودية وحلول الروح القدس، لكن علينا دور. لذلك تبدأ النبوة: اغتسلوا، تطهروا، انزعوا الشجوج من قلوبكم، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة، وليصطلح بعضكم مع بعض، قال الرب. النبوة الرابعة في أشعياء 35 بكلمنا عن أن الحياة الجديدة هي حياة الفرح، وأن سر فرح الإنسان هو لقاؤه بالله. لذلك تبدأ النبوة: افرح أيها القفر العطشان. القفر العطشان هو بيرمز للبشرية التي جاء لها ماء الحياة فرواها فأعطاها الفرح. ثم في النبوة تذكر: وشعبي يرى مجد الرب وعلو الله. فسر الفرح هو رؤية مجد الله، زي ما حصل مع التلاميذ حينما رأوا المسيح في قيامته ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فنحن نفرح لأن الحياة الجديدة بتعطينا أن يكون المسيح في داخلنا، نثبت فيه وهو يثبت فينا. النبوة الخامسة من أشعياء 43، وهي عن قيادة الروح القدس للإنسان. ففيها يذكر الله: هنذا صانع أمرا جديدا الآن يظهر لي ولا تعرفونه أنتم، أجعل في البرية طريقا وفي القفر أنهارا في أماكن ليس فيها ماء. فنحن في برية هذا العالم نحتاج إلى عمل الروح القدس أن يقودنا في الطريق وأن يعطينا أن نكتوي به. لذلك زي ما في الشعب في العهد القديم كان الله صحبهم من خلال السحابة اللي كانت بترمز لمجد الله وحلوله، وأيضا عمود النار.
فالله يصاحب المؤمن في بغية هذا العالم بروحه القدوس، فهو أعطانا روحه القدوس أن نأخذه ونكون هيكل للروح القدس، فيقودنا الروح القدس في طريق بغية هذا العالم يوجد لنا، أو يقودنا في الطريق الصحيح الذي يجعلنا أن نتمم رغبة هذا العالم بسلام، ويوينا وسط عطش هذا العالم في كل ما نواجهه في الحياة. لذلك يضيف هذه النبوة: لأني أسكب ماء على العطاشة السالكين في موضع ليس فيه ماء، وأحول روحي على زرعك، روحي على زرعك وبركاتي على بنيك، وينبتون مثل الزهرة وسط الماء. أحرك روحي على زرعك، يعني الله بروحه القدوس يعطي للإنسان أن يكون مثمرا وأن يكون له ميراث أبدي، أي أن يكون له ثمر الروح القدس في حياته. النبوة السادسة من زكريا: فالله يعطي سلام. الحياة الجديدة هي حياة سلام، لذلك في هذه النبوة قال الرب ضابط الكل: إني معطي سلاما، فتعطي الكرمة ثمرتها والأرض غلتها والسماوات تعطي نداها، وأنا أعطي مراسا لبقية شعبي، لا تخافوا قووا قلوبكم. حياة جديدة، حياة فيها ثمر، فيها سلام، وفيها أيضا عدم الخوف. النبوة السابعة والأخيرة هي برضو من زكريا النبي إصحاح 14، وهو بيتكلم بيختم أن الروح القدس هو ماء الحياة الذي أعطي للبشرية كلها. لذلك بتبدأ النبوة: وفي ذلك اليوم يخرج من أورشليم ماء محيا أو مياه حية، نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي، في الصيف وفي الخريف تكون، ويكون الرب ملكا على كل الأرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده، أي أن الروح القدس سوف يعطى للكل، الشرق والغرب، وفي أي وقت سواء في الصيف أو في الخريف، وأنه حلول الروح القدس هو إعلان لمملكة الرب، بداية الملكوت، ملكوت السماوات، زي ما قال المسيح أن ملكوت الله في داخلكم. في أيضا قراءة كالمعتاد من رسالة القديس بولس الرسول بولس، وهو من عبرانيين 10 من عدد 22-38، وتبدأ القراءة: لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مغشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. أي أن الحياة الجديدة هي الحياة الجديدة، حياة القداسة هي حياة داخلية تكون في داخل قلب الإنسان، أن يكون قلبه صادق مع الله، وأن يكون ضميره ضمير صالح ليس ضميرا شريرا، وأن هذه الحياة هي مبنية على نعمة، النعمة الإلهية التي أخذناها في المعمودية، والتي قائمة على رش دم المسيح، لكن تحتاج مننا إلى الإيمان ورجاء. لذلك يضيف: لنتمسك بإقرار رجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين. قراءة الإنجيل تبدأ الأول قراءة المزمور، وهي المزمور مأخوذ من مزمور 50: تنضح علي بزوفار فأطر، تخسني فبيض أكثر من الثلج، تسمعني صوافحا فتبتاج عظامي المتواضع. قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. وطبعا المزمور 50 بنقوله كاملا بعد صلاة الشكر في بداية صلاة اللقان. أما الإنجيل فإنجيل اللقان عيد الرسل مأخوذ من إنجيل معلمنا يوحنا الحبيب إصحاح 5، وفيه قصة معجزة شفاء الإنسان المفلوك اللي كان ليه 38 سنة، وإن البركة اللي كان بيذهب إليها لم تستطيع أن تمنحه الشفاء، لكن السيد المسيح هو الطبيب الشافي الحقيقي الذي منحه الشفاء دون الحاجة إلى البركة. ولكن في هذه الرسالة أيضا
أو في هذه القصة تحذير. تحذير قاله السيد المسيح للرجل الذي شفي، وتحذير أيضا لنا إحنا جميعا الذين نلنا الخلاص ونجاهد أن نتممه بخوف ورعدة. لما المسيح التقى به وقال له ها قد برئت، فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. ودي رسالة لكل واحد فينا، نحن هذه النعم التي أخذناها، نعمة المعمودية، نعمة حلول الروح القدس، نعمة التناول من جسد الرب ودمه، نعمة الوجود في الكنيسة، نعمة البنوة، كل هذه النعم الإلهية التي أخذناها هي شفتنا من مما كانت فيه البشرية قبل ذلك. لكن لو الإنسان تهاون، لو الإنسان عاد مرة أخرى للخطية، فسوف يكون له أشر. ليه لو سنه أشر؟ لأنه لا توجد ذبيحة أخرى، يعني ذبيحة المسيح الذي قدمت على الذي قدم نفسه على الصليب ذبيحة لأجل خلاص البشرية. فالذي يرفض ذبيحة المسيح ليس له خلاص. فالإنسان الذي تمتع ببركات هذه الذبيحة المقدسة ثم رفضه فهو ليس له خلاص، أنها لا توجد ذبيحة أخرى يمكن أن تكفر عن خطايا البشرية. الصلوات الليتورجية طبعا فيها صلاة الشكر، فيها وشية الإنجيل، فيها أجيوس، فيها إفنوتي ناينان بعد قراءة الإنجيل، وفي الأواشي السبع الكبار، وفي الطلبة، وفي الأواشي الثلاثة الكبار أيضا، وفي بنقول كرياليسون باللحن الطويل 10 مرات. إنما أنا أختار من صلوات التقديس اللي هي بتبدأ بتمجيد الله ومجد الله في بداية الحوار اللي بيبدأه الكاهن أو الأسقف، محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شاك وتعطيت روح القدس تكون معكم، ورد الشعب، ثم ارفعوا قلوبكم، ثم فلنشكر الرب، ويبدأ من مستحق وعادل. وهنا هذا الجزء زي ما هو في القداس بينتهي بتسبحة الشاروبيم، فهي بنكتفع فيها إلى أن نرى مجد الله وأن نمجد الله. جزء من هذه الصلاة بيتكلم على الله، أقول النص: السيد الضابط الكل ورب الكل، أبو الرأفات وإله كل عزاء، أنت هو الوسيلة، أنت هو القوة، أنت معيننا، أنت هو عوننا، أيها الطبيب الملتجأ إليه والحصن الثابت ورجاء الملتجئين إليه. فنحن نرفع قلوبنا في البداية إلى الله، فهو عوننا وهو طبيبنا وهو ملجأنا، لذلك نمجده ونسبحه ونعظم اسمه القدوس. ثم الجزء التالي وهو اللي بيبدأ بأجيوس، أجيوس أجيوس أجيوس، ثم قدوس 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 بالحقيقة أيها رب إلهنا. وهنا تبدأ صلوات تقديس الماء. فمن النصوص اللي موجودة في التقديس عشان نشوف قيمة ماء اللقان، بنقول في هذه الصلاة بالنسبة للماء: قدسها، اللي هي يعني الإناء اللي فيه، أو يسميه الفسقية اللي فيه الماء، قدسها، املأها من روح قدسك، ضع فيها خاتم الخلاص وقوتك غير المائية، املأها من مجد لاهوتك، ولتكن فسقية البركة، فسقية المجد والكرامة لاسمك القدوس. ثم في الختام نصلي لأجل الذين سوف يتناولون ويغتسلون بهذا الماء: يا رب قدس هذه المياه على أن كل من يغتسل منها يستحق مغفرة خطاياه وعدم الفساد والموهبة السماوية، ولتكتب أسماءهم في سفر الحياة مع كافة قديسيك المختارين،
بمشيئة أبيك الصالح وروح القدس المحيي ليباركونك ويمجدوك كل حين، لأن اسمك القدوس مملوء مجدا مع أبيك الصالح والروح القدس. ونختم بصلاة أبانا الذي في السماوات، ثم التحاليل الثلاثة، ثم يكشم الكاهن ويقول: مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس أمين. ثم يبدأ غسل الأرجل مع تسبيحة مزمور 150. دي جولة سريعة بالنسبة لصلاة الآن وقراءاته. تشجعنا أن احنا نتابع الصلوات بانتباه ونأخذ خبرة إزاي بترفعنا القرايات وترفع أذهاننا إلى الحياة الجديدة والنعمة العظيمة اللي احنا نناها بالخلاص الذي قدمه المسيح على عود الصليب، ونناها بإيماننا وبمعموديتنا ومن خلال كرازة أبائنا الرسل الذين نشروا هذه الأخبار المفرحة في العالم كله. طبعا نحن في كنيستنا كاروس ديارنا المصرية القديس مرموقس، وكل الأباء الرسل الذين كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هذه النعمة العظيمة من خلال الليتورجية بنعيش فيها، فالليتورجيات هي خبرة حية، ليس مجرد طقس بيمارس، ولكنه خبرة حية بنكتفع فيها بأذهاننا لنرى مجد الله ومحبته وعمله الخلاصي، وننظر إلى أنفسنا أمام هذا المجد لنواجه حياتنا ونصخ باستمرار قائلين: يا رب ارحم، عشان بتتكرر كيريا ليسون مرات كثيرة في هذه الصلوات، لكي ما نأخذ من هذه الليتورجية قوة تساعدنا أن ننطلق للعالم ونحن أخذنا بركة ماء اللقان، لكي ما نستطيع أن نحفظ الإيمان وكأن نعيش حسب الدعوة التي دعينا بها أن نكون قديسين، زي ما قال الكتاب: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة. ربنا يمتعنا بركة هذا العيد المبارك، يكون ثمرة صوم الرسل تستمر معنا في بقية أيام حياتنا. وكل سنة وأنتم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنواصل تأملنا في رسالة القديس بطرس الأولى. تناولنا في الإصحاح الأول المقدمة، نستكمل النهاردة تأملنا في الإصحاح الأول ونقسمه إلى جزئين. الجزء الأول بيبدأ من عدد 3 حتى عدد 12، وده فيه بيتكلم على الخلاص والآلام، لأن زي ما ذكرنا قبل أن هذه الرسالة أساسا مرسلة لأجل تشجيع المؤمنين المتألمين. والجزء الثاني تكلم عن حياة القداسة. فنبدأ في الجزء، نقرأ الجزء الأولاني. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به بتبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يثيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح الذي وإن لم تروه تحبونهم، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي الوقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم
سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء الذي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. القديس بطرس بإلهام الروح القدس بيرسل هذه الرسالة للتعزية بالبداية بتوجيه الشكر لله، لأن الإنسان في ضيقاته الذي يساعده على احتمال الضيقة هو أن يكون باستمرار شاكرا. وهنا الشكر أساسه هو عمل الخلاص، الخلاص الذي قدم والذي بواسطته أصبح لنا نصيب في ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. والإنسان المتألم لأجل المسيح لا شيء يعزيه إلا أن هو يدرك قيمة الخلاص، لأنه الإنسان الذي لا يدرك قيمة إيمانه المسيح الذي يتألم لأجله كيف يحتمل هذا الألم؟ لذلك السيد المسيح اتكلم على ملكوت الله وشبهه بالكنز المخفي في حقل، أو المخفى في حقل، في كنز الناس مش شايفاه. يقول فوجدوا إنسان فباع كل شيء واشترى هذا الحقل، يعني أدرك قيمة هذا الحقل. الناس الآخرين مش مدركين قيمة هذا الحقل. أيضا مثل تاجر اللي وجد لؤلؤة كثيرة الثمن فباع كل شيء واشترى هذه اللؤلؤة. شخص اللي ملوش خبرة في اللقالق مش هيفهم قيمة هذه اللؤلؤة. فقديس بطرس بيوضح أهمية هذا الإيمان وأهمية هذا الخلاص والعمل الخلاصي الذي قدمه السيد المسيح، الذي لأجله يستطيع الإنسان أن يفرح ويبتهج ويبتهج بهذا الخلاص، وجعل هو الهدف نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، يعني نفوسكم، يعني أنتوا سبب الإيمان هو أن تصلوا إلى خلاص النفس، لأنه الإيمان المسيحي هدفه هو خلاص الإنسان، والمسيح جاء لأجل خلاص الإنسان. فيبدأ بالشكر لله، أو هو الشكر للثالوث القدوس. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية. هنا بتكلم على الولادة الجديدة، الولادة الجديدة التي ننها في المعمودية، والمعمودية المسيحية لم تتأسس إلا بعد عمل المسيح الخلاصي على الصليب، وهنا تأسست المعمودية. والمعمودية أيضا تتم باسم الثالوث، معمدون باسم الآب والابن والروح القدس، لأن عمل الخلاص هو عمل الثالوث القدوس. وهذه المعمودية تمت بعد أن تمم المسيح الخلاص بقيامته. ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. هنقف قليلا نتكلم عن هذه الولادة الثانية اللي هي المعمودية أو الولادة من فوق. في هذه الولادة هي موت وقيامة مع المسيح، هي موت للإنسان العتيق، الإنسان يلبس المسيح أن يكون خليقة جديدة. وهذه أيضا يعني ليس للإنسان فضل فيها، زي ما ذكر القديس بولس الرسول في رسالته الأهل لتيتوس، لا بأعمال بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وأيضا القديس بطرس تناول في نهاية هذا الإصحاح
الإصحاح الثاني الإصحاح الأول تناول أيضا في ختامه لما بيتكلم على حياة القداسة في الجزء الثاني اللي هنتكلم عنه، قال في من عدد 23: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كظهر عشب، العشب يبس وظهره سقط، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. هنا في مقارنة ما بين الولادة بالروح، الولادة الثانية والولادة الجسدية. الولادة الجسدية مهما الإنسان فيها خد مجد في العالم، إنسان بيتولد في العالم، ممكن إنسان غني، ممكن إنسان في مركز في قوة، فبيبقى بيفتخر في حياته على الأرض، لكن بيقول إنه إن هذه الحياة هي حياة مؤقتة، هي حياة تتغير. بالمقارنة بأن الولادة الثانية بتدينا حياة أبدية في ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. استخدم هذا التشبيه الجميل اللي هو تشبيه العشب، العشب وظهره. شوف كده العشب بيطلع ويظهر بيبقى شكله جميل جدا. فأيضا الإنسان، إنسان في الحياة بيطلع بيحقق نجاحات، بيبقى فيه نوع من الازدهار زي زهرة العشب، لكن زي ما العشب بعد شوية بييبس بينشف والزهر بتاعه بيقع، بعد شوية تلاقي العشب الجميل ده ابتدى ينشف وطبعا الزهر بيقع. هكذا أيضا بالنسبة لكل جسد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كظهر عشب. يعني الإنسان زي العشب ومجده إنجازاته تحقيقاته كلها زي ظهرة العشب. فالإنسان المتألم اللي بيخسر، أو الإنسان اللي بيتمسك بالمسيح بيخسر أمور في الأرض. يعني ممكن في طريق إنكاره للإيمان زي ما كنا بنسمع في قصص الشهداء، إنه زي مثلا القديس مرجرجس مثلا، رجل كان قائد في الجيش وكان له مكانة عظيمة، والإمبراطور وعده بوعود كثيرة أمجاد أرضية، لكن هو بص إن هذه الأمجاد هي زهر زي زهر العشب، ان هو جسده زي العشب ومجد الانسان زي ظهر العشب يسقط في الاخر، هيكله ده هيروح، لكن لو هو ضحى بحياته فهو سينال المجد الابدي. فشيء مهم في مواجهتنا للالام على الارض هي ان احنا نبص للمجد الابدي، نبص للمجد الأبدي. ودي نقطة اللي القديس بطرس بيوضحها في هذا الجزء، إنه بيرفع أنظارهم إلى الميراث ووصف هذا الميراث بصفات، إنه هو لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل، محفوظ لنا في السماوات. وهنا تفكرنا بالميراث. احنا كلمة الميراث دايما الميراث بيجي بعد الموت، فاحنا صرنا ورثة بعد موت المسيح. والتعبير ده استخدمه ايضا القديس بولس الرسول في رسالة روميا، فقال: فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، ورثة الله ورثون مع المسيح. يبقى هنا ده بنوتنا من خلال الولادة الجديدة بتعطينا أن يكون لنا نصيب في الميراث الأبدي، وهذا الميراث
لم يتحقق إلا بموت المسيح على الصليب. أول هذا الميراث لا يفنى، الأمور الأرضية بتفنى تاخد وقت تنتهي، لكن هذا الميراث السماوي فهو ليس مثل الأمور الأرضية. السيد المسيح قارن ما بين الكنز، الواحد ينكز له كنوز على الأرض وينكز له يكون له كنوز في السماء. لا يتدنس، أي لا يصيب أي خداع أو اختلاس أو نزاع، لأن الأمور الأرضية ممكن الإنسان يحصل نزاع عليها، ممكن ياخد حاجة بين يكتشف إن هي مش مظبوطة، فيها عيوب معينة. لكن الميراث اللي محفوظ لنا في السماويات ده ميراث لا يتدنس ولا يضمحل. الاضمحلال يعني بيضعف. الأمور الأرضية بيبقى لها بريق في الأول، وبعد شوية البريق ده بيبتدي يروح. يعني مثلا واحد يتمنى مثلا ان هو يشتري مثلا بيت في مكان معين على البحر مثلا ويبقى مبسوط وشايف، بعد شوية يتعود عليه فبيروح الموضوع ده. بيشتهي وظيفة معينة، بعد ما ياخد الوظيفة دي تلاقيها ابتدت البريق بتاعها ابتدى يضمحل، وهكذا. يعني كل أمور الأرض ليها بريق، لكن البريق ده ما بيستمرش، بعد شوية بيضمحل. وهذا الميراث الأبدي احنا لن نناله هنا على الأرض، بناخد عربونه، لكن لابد ان احنا نكمل جهادنا على الأرض، محفوظ في السماوات لأجلكم، زي ما السيد المسيح قال: تعالوا إلي يا مبارك أبي ورثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. ساعات الإنسان بيتشكك، طب أنا صحيح أنا وارث وفي ميراث محفوظ دي، لكن هقدر أخده؟ هقدر أكمل غربتي على الأرض؟ هقدر أحتمل الألام دي؟ هقدر أعيش حياة القداسة؟ فهنا بيدي ثقة في حراسة، بيفكرهم أنتوا مين محروس، مين اللي حارسكم؟ ربنا. ومحروسين بقوة، لأن الله عمل الله هو عمل قوي، بس يحتاج لإيمان. ثانية، يؤمن أن يد الله القوية هي التي تحرسه حتى يكمل الغربة، لأن هذا الميراث سوف يستعلن في الزمان الأخير. ثم ينتقل القديس إلى الضيقة اللي موجودة. يبقى إحنا بنتطلع إلى هذا الخلاص اللي هو وصفه، وإنه يكون هو هدفنا، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، وإن هذا الخلاص هو مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، لأن الذي يسبق إلى المنتهى فهذا يخلص. وإن هذا الخلاص حتى لو ما كناش إحنا عايشين، لكن بنقبله بالإيمان، إن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، لكن نبتهج ونفرح به. فبيقول إنه الذي وإن لم ترونهم لكن تبتهجون به، وده الرجاء، معنى الرجاء، وده شرحه القديس بولس الرسول: لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا، ولكن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. يبقى إحنا بنرجو حاجة إحنا مش شايفينها، يعني هذا الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل المحفوظ لنا في السماويات إحنا بنقبله بالإيمان، لذلك بنحتاج أن يكون لدينا رجاء في هذا
الخلاص. وهذا يحتاج إلى صبر، هذا يحتاج إلى أن الإنسان يكون صبور، يحتاج إلى رجاء، يحتاج إلى إيمان، يحتاج أيضا إلى صبر. الضيقات بتأتي للإنسان كشيء أساسي، لأن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل إلى ملكوت الله. ولكن وصف الضيقات أو التجارب دي يسيرا، يعني لمدة مش على طول، بتجارب متنوعة. فالتجارب أنواع، ممكن واحد يجيله تجربة مرض، ممكن واحد يجيله تجربة ضائقة اقتصادية، ممكن واحد يجيله تجربة في أبنائه، ممكن واحد يجيله تجربة تشكيك في الإيمان، ممكن اضطهاد خارجي، ممكن أعداء يقوموا عليه. فإذا سماها تجارب متنوعة، يعني ليست نوع واحد. لكن هذه التجارب يسمح بها الله لفائدتنا، لتزكية إيمانكم، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه امتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. فبقدر ما الإنسان يتألم، كنا نتألم معه فإننا نتمجد معه. فهنا إدى تشبيه الذهب، أن الذهب ده بيمتحن بالنار، رغم أن الذهب ده شيء فاني، مهما كان الذهب قيمته لكن في النهاية شيء فاني. فكم وأكثر بالإيمان أن هو بيمتحن بهذه التجارب، وأنه إيمانكم ده أثمن من هذا الذهب الفاني، وهذا الامتحان يكون لأجل المجد والكرامة والمدح. فدايما الذهب اللي بينقى هو ده العيار القوي أو الأكثر، يعني أكثر قيمة. فأيضا كلما الإنسان بيتزكى، زي ما تكلم القديس يعقوب عن أيوب، وإن إزاي أيوب مثال للصابرين، وإزاي إن هو تزكى من خلال التجربة. أيضا كل الذين احتملوا الألام لأجل الله أظهر إيمانهم، لأنه زي مثلا نعرف قوة إيمان الآباء الشهداء، إلا لما واجهوا صعوبة، واجهوا ضيقات وتمسكوا ورفضوا الإيمان. فإذا الضيقات ممكن يكون لها فائدة للإنسان، إن هي تزكي إيمانه، لكن علينا أن احنا نتذكر باستمرار أن هذه التجارب هي تجارب وقتية، هي هتنتهي في وقت، لكن هي أيضا متنوعة، وهي أيضا ممكن أن تكون لها فائدة لتزكيه الإيمان. لكن المهم يكون تجربة الإنسان أو التجارب اللي بيواجهها الإنسان ليست بسبب أخطائه، ولكن لأجل اسم المسيح، زي ما هيشرح ويفرق ما بين لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. أمانة الإنسان في احتماله الضيقات بتكون سبب في المجد الأبدي. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم ينتقل القديس بطرس ويشرح أن هذا الخلاص اللي هو سبب فرحنا هو أيضا في خطة الله، وهذا هو الخلاص اللي فتش عنه الأنبياء، لأن كل النبوات في العهد القديم كانت تشير إلى هذا الخلاص، من أول وعد الخلاص، إعداد البشرية للخلاص من خلال الناموس الأول، الناموس الشفاهي أو التقليد الشفاهي، ثم الناموس الذي أعطي لموسى، ثم كل الطقوس، وزي ما شرح القديس بولس في رسالة العبرانيين، ومجيء المسيح. لذلك في الأناجيل يشير إلى كثير من النبوات، حتى إن ممكن نستخلص حياة المسيح كلها من نبوات العهد القديم
وخاصة سفر أشعياء وسفر المزامير مثلا وباقي الأصفار. فبيقول إن هذا الخلاص هو الذي فتش عنه الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي لأجلكم، زي ما السيد المسيح إن أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، اللي بيقولها في وشية الإنجيل، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. وهنا تلاحظوا أنه هو استخدم ده من ضمن ألقاب الروح القدس، روح المسيح. فروح المسيح اللي هو الروح القدس اللي هو كان بيكشد الأنبياء وبيلهمهم، لكن لأنه روح النبوة هو المسيح، هو روح النبوة هو أساس النبوة كلها، لذلك قال روح المسيح الذي فيهم السبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. أن كل الأحداث اللي في حياة السيد المسيح موجودة في النبوات، لذلك في هنا في أسبوع الألام مع كل ساعة بنقرأ نبوات، بنقرأ المزامير، وبنقرأ الحدث نفسه في الأناجيل عشان نضبط ما بين نبوات والمزامير وبين الأحداث. الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها الآن. يعني الأنبياء كان كل نبواتهم كان مش لأجل أنفسهم ولكن لأجل الذي سوف يحدث. يعني مثلا كتير من الأحداث اللي كانت بتحدث في العهد القديم ومر بها أنبياء كانت بتشير إلى العمل الخلاص، من أشهرها طبعا قصة تقديم إسحاق، وإزاي أن إبراهيم حينما قدم ابنه إسحاق ليذبح فهو ليس لأجل نفسه ولكن لأجلنا، لأن هذا العمل يشير إلى ذبيحة المسيح الذي قدم ذاته على الصليب، وهكذا. لذلك نرى في أحداث كثيرة في العهد القديم نرى فيها السيد المسيح أو إشارة إليه، كانت كلها رموز. رئيس الكهنة مثلا اللي كان في يوم الكفارة العظيم لم يكن لأجل نفسه يفعل هذا ولكن لأجلنا، لأنه كان يشير إلى الكفارة الأعظم التي سوف يقدمها المسيح حينما لا يدخل إلى أقداس مصنوعة باليد ولكن يدخل إلى السماويات عينه. هنا يفكرهم بثلاث حاجات. الحاجة الأولين إن الأنبياء والنبوات في العهد القديم ثم الذين كرزوا لهم بالإيمان في العهد الجديد بواسطة الذين بشروكم في روح القدس المرسل من السماء، يبقى هم وصلت لهم هذه البشارة من خلال الأباء الرسل اللي ذهبوا وبشروهم بعمل الروح القدس الذي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. يعني هذا العمل وهذه النعم نعم الخلاص بتشتهي الملائكة أن تطلع عليه. فخلاص الإنسان كان أيضا موضع فرح للملائكة وتسبيح الملائكة، زي في الميلاد ظهر جوق الملائكة المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام في الناس المصاد. يبقى إذن عمل الخلاص هو مصدر فرحنا ومصدر بهجتنا ومصدر تعزيتنا في احتمالنا لكل الألام وكل الضيقات، وإن هذا الخلاص هو خطة الله الذي كشفها من خلال نبوات العهد القديم وطقوسه، وأيضا كرز بها الأباء الرسل، وهي أيضا كانت موضع فرح وصور الملائكة وأيضا اشتراك الملائكة. أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرسوا الخلاص؟ يبقى ده الجزء اللي بيعزي فيه القديس بطرس المتألمين بأنه مواجهة، لا تتعجبوا في مواجهتهم للتجارب، لكن هذه التجارب هي تجارب يسيرة لوقت، وحتى لو كانت هي تجارب متنوعة، لكن عليكم تفتكروا
انكم انتم غرباء هنا على الارض، وان كنتم مولودين ولادة ثانية، فلا تحزنوا ان تفقدوا الامور الارضية، وان لكم ميراث لا يفنى ولا يدنس ولا محل محفوظ لكم في السماويات، وانكم انتم محروسون بقوة ربنا. قوة ربنا هي اللي بتحرسكم، وان هذا الخلاص حتى لو انتم لسه ما قدرتوش تعيشوا فيه لكن تقبلوه بالايمان، وان هذا الخلاص هو غاية الإيمان، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، وإنه هذا تكلم عنه الأنبياء وبشر به الرسل، وهو موضع فرح الملائكة. طب ما دور الإنسان؟ ما دور الإنسان؟ إيه دورهم؟ إيه المطلوب منهم؟ علشان خاطر يتمتعوا بهذا الخلاص، المطلوب منهم أن يحيوا حياة القداسة، وده الجزء الثاني أو الجزء الثالث في الإصحاح لو أخذنا المقدمة، ثم الجزء اللي هو من عدد 3 حتى 12، ثم من عدد 13 حتى نهاية الإصحاح، وإحنا خدنا منه جزء لما كان بيتكلم على الولادة الثانية. حياة القداسة بيبدأ فيها بالذهن. الذهن، ذهن الإنسان هو اللي بيقود الإنسان في كل تصرفاته وفي كل أعماله، لأنه الذهن أو الفكر هو اللي بيترجم إلى فعل. لذلك بدأ وقال لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم. هنا عمل تشبيه بأن الشخص حينما يجي يعمل يمنطق حقويه، لما يجي الصياد مثلا عايز يطلع يصيد، طبعا هو كان صياد فبيمنطق نفسه، الجندي عشان خاطر يلبس المنطقة، الراهب في جهاده بيلبس المنطقة. فالمنطقة دي كان بتربط الجسم، بتخلي الإنسان مستعد للعمل أو مستعد للحرب أو مستعد للجهاد. لكن هنا قال إنه أنت مش محتاج إنك تمنطق جسمك، أنت محتاج تمنطق عقلك، تمنطق ذهنك صاحينا، يعني تخلي نفسك دايما إنسان صاحي، لأن الإنسان أصيب بغفلة فممكن إن هو يبعد عن حياة القداسة. وزي ما قال القديس بولس الرسول في رسالة روميا: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. والسيد المسيح وهب للإنسان أن يستنير، لأنه عقل الإنسان أظلم. أن الله حينما خلق الإنسان خلقه إنسان عاقل، وخلقه متصل به، وخلقه في حالة من البر والقداسة والاستنارة الذهنية والاستنارة العقلية. لكن حينما انفصل عن الله فدخلت معرفة الشر في حياته، فأصبح عقله مظلم. لذلك ابتدى يستخدم هذا العقل في الشر، وانتقل من شر إلى شر، حتى أنه زي ما قال في رسالة رومي: أسلمهم الله إلى ذهن مخفوض. الذهن المخفوض يعني الذهن المظلم. في الطبيعة الجديدة اللي نلنا تجديد للذهن، استنارة مرة أخرى للذهن. ذلك المعمودية فيها استنارة، فالكنيسة اختارت قصة شفاء المولود أعمى وربطتها بالمعمودية، لأن هذا الإنسان مش بس استنار أنه ابتدى يشوف، لكن استنار ذهنيا أن آمن بالمسيح. فحياة القداسة تتطلب الجهاد، وجهاد الإنسان يبدأ بالعقل، أن يكون ممنطق ذهنه، أحقاء ذهنه، أن يكون صاحيا. ذلك السيد المسيح قال: ما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا. الإنسان الصاحي مش المقصود هنا الصحيان يعني ما بينامش، لا، صاحي يعني واعي، واعي، إنسان حريص على خلاص نفسه،
لأنه الإنسان اللي ما يكونش واعي ممكن تتسلل خطايا في حياته، الثعالب الصغيرة المفسدة للكون. وهو القديس بطرس استخدم قال إن إبليس خصمكم يجول مثل أسد زائر ملتمسا أن يبتلعه. يعني الأسد تشبيه ده، إن الأسد اللي بيدور على فريسة بينقض عليها في ثواني، فلو الفريسة مش منتبهة ممكن تقع. هكذا نحن أيضا في عدو، العدو ده بيجول مستني فرصة إن هو يخطف الإنسان. لذلك نجد كثير من الناس نتيجة الغفلة وعدم الانتباه سقطوا. كل واحد يكون يعني في حياة روحية كويسة وبعدين يتهاون في شيء بسيط، وبعدين من الشيء البسيط ده الموضوع يكبر ويبقى حاجة كبيرة. طبعا يعني مثل داود النبي إن زي مجرد تهاون بحاجة بسيطة، إن بدل ما راحش الحرب وطلع يتمشى في السطوح فتهاون في نظرة انتهت بالزنا وقتل. فإنسان لازم يبقى صاحي باستمرار، لكن مهما كان الإنسان صاحي لا يستطيع أن هو يواجه العدو، إنما محتاج إلى معونة إلهية. كان القديس بولس الرسول في سيد أفسس شبهها بالحرب، تلبسوا سلاح الله الكامل. فإحنا في حالة حرب مع الشيطان مع قواته، لكن ينبغي أن يكون رجاءنا مش في قوتنا، لكن رجاءنا في مسيحنا ونعمته. فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. فعمل النعمة هو الذي يسند الإنسان ويجعله عنده رجاء باستمرار. لذلك القديس يوحنا ذهبي الفم بيشبه الرجاء زي حبل ممتد من السماء نازل من السماء بيمسك فيه الإنسان فبيرفعه. فهنا الرجاء باستمرار إنه يقدر يرفع الإنسان. الرجاء يشبه حبلا قوي مدلى من السماوات يعين أرواحنا كما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم. ولازم أيضا الإنسان يحط قدامه مثل، والمثل مثل القداسة أو مقياس القداسة بالنسبة لنا هو السيد المسيح. لذلك أولاد الطاعة لا تشاكلوا، لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم، بل يبقى هنا دائما في الجهاد في جزء سلبي الواحد يبعد عن الشهوات وجزء إيجابي، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس، كونوا قديسين لأني أنا قدوس. طبعا هو دي الآية مأخوذة من سفر اللاويين صح 11 عدد 44. فحياة القداسة هي دعوتنا، وعمل الروح القدس زي ما ذكرنا هو اللي بيدعونا في ويقودنا في حياة القداسة. والقداسة هي الطاعة زي ما ذكرنا في المرة اللي فاتت في التحية اللي بدأ بها القديس بولس الرسول، قال القديس بطرس بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة، في تقديس الروح للطاعة وغش دم يسوع المسيح. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. فإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة، يعني إيه نظرتنا لله؟ هنا بيقول إن نظرتنا لله هو أب
وهو أيضا قاضي عادل يحكم بغير محاباة. فلازم نتذكر الحاجتين دول، لأن أحيانا إنسان يركز على محبة الله وأبوته، لكن في يوم للدينونة، والأب الحقيقي هو الذي يربي أولاده. إن كنتم ترفضون التأديب فأنتم نغول لا بنون، فأي ابن لا يؤدبه أبيه. فإذن هناك تأديب وهناك دينونة، وفي يوم سوف يحاسب فيه، يعطي كل واحد كواحد كأعماله. بس احنا نتذكر ان هو بيحكم بغير محاباة، وبيحكم كأب يريد ان الجميع يخلصون الى ما حق يقبلون. لذلك من اخطر الافكار اللي بتنتشر في هذه الايام هي انكار الدينونة، ان هناك في يوم للدينونة، او ان الله سيدين الانسان، ويركز بس على ان محبة الله هي محبة بلا شروط، unconditional love. صح، ربنا محبته غير مشروطة لأنه لا يتغير، لكن الإنسان هو اللي بيبعد عن محبة ربنا، الإنسان هو اللي بيرفض الله، الإنسان هو اللي بيختار طريق الشر. فنتنبه لهذا الأمر لأننا نخدع، لأنه لما الإنسان يعرف إن في دينونة هيسير أيام غربته بخوف، يعني بخوف يعني بمراعاة إن في يوم للدينونة، فسيروا أيام غربتكم زمان غربتكم بخوف. لكن الذين لا يؤمنون يقولوا لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت، مفيش، خلاص إنسان حياته بتنتهي على الأرض. فدايما باستمرار زي ما قال سم خوفك في لحم، يعني خليني دايما أن أنا أخشى الله وأخشى يوم الدينونة وأتذكره باستمرار، ودي لا تتنافى إطلاقا مع ثقتنا في محبة الله ورجائنا فيه. لكن دي بتتكلم على الواقع وعدل ربنا ومحبة ربنا، لأنه ازاي انسان عايش في حياه الخطيه هيكون له تمتع في الابديه مع المسيح، ازاي انسان لم يتمتع بالمسيح على الارض هيتمتع به في السماء. هو الموضوع هو ما هي السماء، ماذا سوينا في الابديه؟ كانت الابديه هي وهذه الحياه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته، ان كانت الابديه هي ان نكون مع المسيح، وهكذا نكون كل حين مع المسيح. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام زي القديس بولس. طيب يبقى لو الواحد لما اختبرش الموضوع ده هنا على الارض اختبره ازاي هناك في السماء؟ فسيروا زمان غربتكم بخوف عالمين، لازم الواحد يفتكر انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي قد تقلدتموها من الاباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. هنا احنا افتدينا، واحد بيفتدي زي مثلا واحد وقع في الأسر، فشخص بيفتدي بيدفع مبلغ فدية عشان ياخده. احنا كنا مأثورين، كنا تحت سلطان الشيطان، فهنا طبعا مفهوم الفدية في المسيح مختلفة، لأن المسيح لم يدفع شيء للشيطان، لكن المسيح قهر الشيطان وحررنا من سلطان الشيطان، لكن حررنا بدمه لأنه قدم الطاعة الكاملة لله الآب وحقق ما نحن عجزنا أن نحن نحققه في الانتصار على الشيطان. لكن هنا بيقارن ما بين في جانب واحد من موضوع الفدية، ان الانسان لما بيفتدي شخص في الاثر او في الحروب فبيستخدم ذهب او بيستخدم فضة، دي كلها حاجات فانية. لكن احنا الفداء تم ما تمش بفضة ولا بذهب، لا
لكن دم بدم المسيح اللي طبعا وصفه ان هو دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. وان هذا الفداء كان معروفا قبل تأسيس العالم، لانه الله بعلمه السابق كان يعرف ان الانسان سوف يسقط، وكان يعرف انه سوف يخلص الانسان. ودي نقطة برضو مهمة، انه علم الله السابق وإرادة الله. الله ما كانش يريد الإنسان يسقط، لكن كان يريد إن آدم لا يسقط، وإنه يعيش في حياة البراءة والقداسة اللي خلق فيها، لكن ترك له حرية الإرادة. لكن بعلمه السابق كان يعلم إن هذا سوف يحدث، لذلك خطة الخلاص هي خطة موجودة منذ تأسيس العالم. لكن ليس معناها انه حتى لو كان الانسان ما سقطش برضه كان هيحدث التجسد والصلب والقيامة. طبعا لا، انه خلاص من شيء، فلو ما فيش سقوط يبقى خلاص من ايه؟ لو ما كانش الانسان سقط، لو ما كانش الانسان سقط كان سوف يأكل من شجرة الحياة ويحيا الى الأبد، يتغير من الحالة اللي كان فيها. يعني وجوده في الفردوس ده كان مرحلة، كان سيتبعها مرحلة أخرى، لكن الانتقال للمرحلة التالية كان يتطلب انتصاره على الشيطان وعدم سقوطه وبقاءه في الطاعة الكاملة لله، لكنه سقط. لذلك جاء ابن الله بديلا عن الإنسان لكي ما ينتصر على الشيطان ويعيد للإنسان مرة أخرى الفرصة إن هو يتمم ما أراده الله للإنسان، وهو أن تكون له الحياة الأبدية، الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. فدي خطة ربنا الأصلية. لكن لما حصل سقوط لم يترك الله الإنسان، لكن أراد أن ينقذه، وذلك من محبته ومن عدله، ذلك خلصه بطريقة عادلة. فدي نقط مهمة قوي انها تكون في ذهننا عشان نشوف محبة ربنا العميقة لنا وقيمة الخلاص اللي احنا نعيش فيه وننناه. انتم الذين به تؤمن الذين به تؤمنون بالله الذي اقامه من الاموات واعطاه مجدا حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما فالله. إذن إيماننا ورجاءنا هو في ربنا في عمله الخلاصي زي ما ذكر قبل كده. فده لازم ينعكس في حياتنا بطريقة عملية. لذلك بينتقل القديس بطرس لبعض النقط العملية، يعني الحياة القداسة لابد أن تترجم في تصرفات. فبدأ هنا بأول شيء هو المحبة، لأن المحبة هي أساس المسيحية وهي أساس العلاقات. والسيد المسيح لما إدى علامة لتلاميذه قال بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي أن يكون لكم حب بعضكم لبعض. إذن علامة التلمذة للمسيح هي المحبة. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. هنا إدى صفات للمحبة الأخوية. أول حاجة إنها تكون عديمة الرياء، لأنه ممكن إنسان يحب باللسان، لا نحب باللسان لا بالكلام ولكن بالعمل والحق. فممكن إنسان يتظاهر بالمحبة لكن من جواه في شيء آخر. فالمحبة الحقيقية هي أن تكون محبة بلا رياء، محبة صادقة فيها صدق، صادقين في المحبة. وتكون من القلب الطاهر،
لأنه لو المحبة مش من القلب والقلب يكون نقي ما بتصمتش. لذلك القديس مكاريوس في رسالة أو في خطابه الأخير اللي ألقاه على الآباء الرهبان قبل أن يحاته تكلم عن المحبة وأهميتها وإن إزاي تكون المحبة الأخوية، وقال شيء، قال إن في داخل الإنسان سر يجعله إن يشعر بمحبة أخيه ليه إن كانت صادقة أو لا حتى لو تظهر بغير ذلك. بمعنى إيه؟ يعني بيقول إن الواحد جواه شيء بيخليه لما بيتعامل مع إنسان يقدر يميز يا ترى الإنسان ده فعلا بيحبني محبة من قلبه، محبة صادقة، ولا محبة بس باللسان. لذلك مثال يهوذا هو مثال للمحبة الخارجية، محبة الرياء مش محبة القلب. هو كان مع المسيح وأحد التلاميذ، يعني ترك كل شيء وتبع المسيح، وكان يتجول مع السيد المسيح، وكان بيقوم بخدمة أمانة الصندوق وأنه كان بيسرق منه، وحضر في مع المسيح في العشاء والفصح، بل حينما جاء يسلم المسيح سلمه بقبلة، قال أبو قبلة تسلم ابن الإنسان. لذلك الكنيسة المزمول فيه اللي هو لسانه ألين من الزيت وهو نصال، يعني زي السهم كده أو زي السيف، رغم أنه هو من بره شكله لين. فدي أصعب شيء اللي هي المحبة لما تكون محبة غير صادقة. وأيضا أن تكون بشدة، يعني بقلب طاهر بشدة، يعني فيها قوة، فيها ناحية عملية. وأيضا تكون محبة فيها نوع من الوعي، لأن المحبة اللي من قلب طاهر يبقى محبة واعية. ساعات المحبة تكون صادقة لكن ما تكونش واعية، فنتيجة عدم الوعي في المحبة بتجيب مشاكل. يعني مثلا رفقة أحبت يعقوب محبة صادقة لكن ما كانتش محبة واعية، لأن أدت في النهاية أنها خصت الاتنين من أبنائها وأصبح في مشكلة بينهم هما الاتنين. فإذا المحبة ينبغي أن تكون محبة فيها نوع من الوعي وفيها نوع من المراعاة للآخرين. لكن لو إنسان هيميز، يعني مثلا ما كان يعقوب هو برضه كان بيميز يوسف مثلا ويديله قميص ملون، نتيجة كده حصل إيه؟ إخواته حسدوه، حسوا إن في تمييز هنا وتقاموا ضد. طبعا يعني ده لا يبرر اللي عملوه، لكن أقصد إن الإنسان لابد أن يكون محبته ليست فقط محبة صادقة ولكن أيضا محبة واعية. ثم يختم هذا الإصحاح بتذكير مرة أخرى أنه سر القداسة هو الولادة الجديدة، لأن بدون الولادة الجديدة لا يستطيع الإنسان أن يحيا في حياة القداسة، لأنه الإنسان العتيق جواه، فالإنسان العتيق اللي جواه ده لا يجعله يستطيع. حينما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضر أمامي. لذلك يختم هذا الإصحاح باللي احنا تكلمنا عنه، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية البقية للأبد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كظهر عشب، العشب يبس والظهر سقط، أما كلمة الله فتثبت إلى الأبد، وهذه الكلمة التي بشرتم بها. يبقى هذا الإصحاح بيدي رسالة تعزية للمتألمين بالتزكير والخلاص اللي هو لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل المحفوظ لنا في السماويات، وان التجارب بتزكي الانسان ويكون للمدح وللكرامه عند استعلان ربنا يسوع المسيح.
وإن هذا الخلاص الذي نسعى ليه نحن نبناه أو في المعمودية ونجاهد في حياتنا حتى نكمل جهادنا على الأرض حتى أن يستعلن لنا في اليوم الأخير. لذلك الإنسان محتاج أن يكون له ضوء، أن يحيي حياة القداسة، يبدأ بذهنه أن يكون دائما صحيا وعيا ملقيا رجاءه على الله بثقة وإيمان، ويكون مثال القداسة هو نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قدسين في كل سيرة. ثم ينتقل إلى بعض الأمور العملية اللي يتكلم عنها في باقي الرسالة، ويبدأ بالمحبة لأن هي المحبة هي أساس الحياة الروحية، زي ما القديس بولس في رسالة كورنثوس صح 13 رسالة الأولى تكلم على أهمية المحبة، والمحبة ليس كل محبة مقبولة، لكن لابد أن تكون محبة من القلب، تكون محبة من قلب طاهر، لأنه ممكن يكون قلب غير طاهر، وتكون أيضا بلا رياء، وتكون بشدة، وتكون محبة صادقة ومحبة واعية. ربنا يعطينا جميعا أن ننمو في حياتنا الروحية، وأن نحيا في حياة القداسة نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قدسين في كل سيرة. له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.